كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. أميرة محمد راديو موزايك، باش نواصلوا حد في البرنامج اللي كنت تحكي عليه. فما ثلاثة نقاط أساسية اليوم في من أسباب الأزمة الاقتصادية وحتى الاجتماعية. التضخم اليوم 5.8 آخر شيفر، سعر الدينار اللي قاعد مازال معناتها متدهور، وعجز الميزان التجاري. شنو المخطط خاطر بالنسبة للتحكم في الأسعار، لجنة التحكم في الأسعار قداش من عام توا ما شفناش النتيجة نتاعها كما يستناو المواطن. نقطة أخرى أحكيت على أنه فما 10 أحزاب اليوم أبدت استعدادها المشاركة في الحكومة. لو كانت تعطينا فكرة شكونهم العشرة أحزاب هذوما، وشنية شروط حركة النهضة اليوم باش تشارك في الحكومة بعد التخلي على شرط مشاركة قلب تونس، خاصة بعد لقائكم نهار الثلاثة برئيس الحركة. سؤال أخير يخص ما يتردد اليوم حول علاقتكم برئيس الجمهورية، والبعض اليوم يشبهك بوزير أول وليس رئيس حكومة، تاخذ في التعليمات من عند رئيس الجمهورية. شنو تعليقك على هذا، وكيفاش تكون العلاقة في المستقبل؟ بالنسبة للتضخم، أنا كما قلت فما أمور عاجلة يلزمنا إعادة من نجم نتحكمه في التضخم ونتحكمه في المديونية. كان ما آلة الإنتاج تعاود ترجع آلة الإنتاج متاعنا، احنا أنا قلت عملت زوز محاور في الإجراءات العاجلة لأنه دارس الموضوع هذا. آلة الحوض المنجمي والفوسفات ينجم يحللنا مشكل كبير في تعبئة الموارد، وتعبئة الموارد تعطينا معناتها هدنة على الضغط على الدينار بتاعنا اللي هو سبب كبير من سبب التضخم، سكونابيل الانفلاسيون امبورتي، يعني التضخم المستورد. والحاجة الثانية هي إعادة الانتاج بإجراءات شجاعة ومركزة من أجل أنه آلة خلق النمو تعاود ترجع في المهن، في المؤسسات، في المؤسسات الكبرى. ما احنا جايين من غير حتى ضغط، ضغط الوحيد هو كيفاش نحلوا مشاكل التوانسة، لأن باش نرضخوا للوبيات وكان رضخنا قبل. كل ما يهم التحكم في الأسرار اللي هي أولوياتنا باللجنة، على الأقل أنا أعطيت هذايا، ومن بعد باش تتختلق باش نخلقوا التاسك فورس باش تشوف شنو ما الحوايج الأخرين اللي يزمنا نخدموا عليهم في ترشيد التوريد، في التصدير، ما غير زاد ما نشلوا التبادل التجاري والحركة الاقتصادية، باش نحطوا مشروع ننفذوه من أجل التحكم في التضخم ومن أجل التحكم في المديونية متاع والعز التجاري بالطبيعة. العشر أحزاب أنا قلت عليهم معناتها اللي استدعيتهم، من نجم نعاودهم لكم: حركة النهضة، التيار الديمقراطي، الائتلاف الكرامة، حركة الشعب، تحيا تونس، مشروع تونس، حزب البديل، أفاق تونس، الاتحاد الشعبي الجمهوري، ونيدا تونس. هذوما العشر أحزاب، وهذوما أكثر من 160 نائب في البرلمان، وفما مستقلين ما هماش في أحزاب، زاد معبرين على استعدادهم لمساندة هالحكومة من غير شروط، لأنه تونس ما عادش عنا وقت باش نضيعوه. ولانه كما قلت هالعشر احزاب انا نقول ماهوش شروط، ما فماش شروط، فما مقترحات بما فيهم مقترح حركه النهضه للتوسيع، وعندنا اختلاف في الحكايه هذه، وهنا نقنعوا في بعضنا. معناتها احنا نحبوا الوضوح ونحبوا نرجعوا الثقه، واذا الامور ببداياتها، اذا نبداوها من الاول في انقطاع بالثقه مع الشعب، ما نجموش نرجعوا الثقه. وهذا كما قلت المرة الأخرى ونعاود نأكد عليها، راهو ما فما حتى إقصاء وإلا استهداف. كل العائلات نحترمهم وكل الكتل نحترمهم، أما راهو هذا الناس الكل فردس فينا وما نعملوا حتى شيء وتتخلط الأمور وما عادش يلزم عباد تقعد في المعارضة، والحكومة ما تتقوى كان كي تبدأ عندها معارضة وطنية قوية وعباد تحكم وتتحمل مسؤولية الحكم وتحط قياداتها وتمشي من أجل تغيير البلاد. نخلطوا الأمور ما نوصل حتى شيء، وهنا التجارب ريناهم والتوافقات، وفي الأخر التوانسة ما راوش حاجة كبيرة، وبلادنا في وقت من الأوقات يلزمنا نعاود ونرجع، ماهيش نعملوا بدعة، راو اللي نقولوا فيه راو بدعة، راو ما عاد ليش عملنا احنا هذا الكل، نرجعوا للحزب الواحد وكلنا وخيان.
راهو في وقت من الأوقات يلزم عباد تتلم وتعمل ائتلاف جدي، وعباد تعارض جد بجدية ونحترمها وباش نستقبلها. وهذاك هو هذاك مفهومي للديمقراطية، مفهوم هذا أي احنا الكل واللي كنا نتعاركوا معاه نعاودوا صحاب بعد شهرين التواسة داخل. وهذاك علاش راهو ما فما حتى إقصاء وحتى استهداء وفما تقدير إلى كل العائلات، وخاصة أنا قلت 10 أحزاب راهم كل العائلات الفكرية، راهم أكثر من 160 نائب. كان جينا في وضع اللي هو ما نجمناش وقت واحد يقول أما إحنا علاش شنو اللي فما، وهذا اللي ماشيين فيه بكل هدوء. ولا حقيقة ما فما شروط، فما اختلافات وجهات النظر، فما شكون يرى هكا، فما شكون يرى المرحلة، ونتعاونوا ونجموا نقدموا في هذا المجال. بالنسبة للإصلاحات المؤسسات واللافامي، وأنا تعاملت مع لافامي، لافامي يفرض عليك في حالتي حالة أنك وضعك متدهور وما عادش عندك أكسجين، والحالة الثانية كي تعرف روحك بتعرفش روحك وين ماشي، يقول لك هذا اثنين. وقت اللي تعرف روحك وين ماشي وإن شاء الله يبدأ وضعك مريح، ما هوش مريح ياسر، أما تعرف روحك وين ماشي وتتفاوض بالجدية الكافية والحوايج اللي هما باش يقولونا احنا مقتنعين بهم، ما نجموش احنا فما حوايج احنا مقتنعين بهم الراو فيهم، الناس الكل تقول الدعم، الناس الكل الدعم ماهوش ماشي المستحقي، انا يلزمني يا فامي قولها لي، انا يلزمني نكون عندي تصور كامل في الحكايه هذه باش الدعم يمشي المستحقيه، مش الجزء الكبير منه ماشي لغير المستحقيه. والمؤسسات العموميه نفس الشيء، وحاله بحاله، وانا عملت اصلاح نتاع البنوك العموميه، شوف حالتهم تو وين كانت وشوفهم وين تو، كي فما جديه في الاصلاح وناخذوا بالتفاوض. وانا جزء وكنت في المجلس العلمي بتاع الاتحاد، والكلام هذا نقوله وباش نتعاون معهم، واحنا حستنا هالحزام السياسي زاد يلزمه حزام من المنظمات وخاصه من المنظمات الكبرى في البلاد. كي تبدا الامور فيها الجديه وفيها التفاهم وفيها النظره وفيها الفلوس حتى شنو باش نعملوا بها، وانا ديما نقول راهي تونس القطاع السياحي كي بدا كان قطاع عمومي 100%، تونس كانت عندها وتله وكانت عندها اجونس دو فواياج، وينهم تو؟ خرجنا منه خلقنا اون فيليا، ما نجموش نقعدوا معناتها في ما نخلقوش فيليا لانه ما عندناش فلوس باش نستثمروا وشادين في حوايج اللي ما عادش استراتيجيه. هذايا بالجديه، وانا نعرفهم المنظمات كي تبدا فما مشروع ولا فامي كي يبدا فما مشروع جدي وعباد في مستوى الكفاءة باش يناقشوا ويتفاوضوا، ما ندخلوش فك معناتها كاينة عركة باش تصير ويزينا من العرك ونربط بها مع رئيس الجمهورية. احنا سلطة تنفيذية وتونس حاشتها انسجام تام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معناتها اخي احنا ولينا رانا دولة واحدة، يلزم الانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية ويلزم الانسجام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بل بالعكس هذاك الحزام السياسي وهذيك التمثيلية الشعب وهذيك الأحزاب، كل شيء رجعوه المفاهيم نبدلوها وكينا ماناش في عركة، احنا نخدمه من أجل تونس والكلنا نحطوا يدينا في يد بعضنا باش يكون هذا المشروع. وأنا فرحان اللي فما هكا معناتها التناغم مع رئيس الجمهوريه، ونحب توا واللي نسعى له من اللي تم تعييني انه نخلق هالتناغم والثقه مع البرلمان، وهذا اللي ماشيين فيه. جاوبت على قلب تونس وحركه النهضه. هدنه اجتماعيه زاد كيف حكيت معها، انا نعرف الاتحاد بالكدا، وانا كما قلت في المجلس العلمي بتاع الاتحاد ومشروع الاتحاد اللي قدمه في الانتخابات انا ساهمت فيه، وانا نعرف الاتحاد كي تبدا الامور الجديه الوطنيه نتاعو وانحيازه بالطبيعه للطبقه الضعيفه وهذا دوره، اما ما هوش دوغماتيك، ما عندناش منظمه شغيله دوغماتيك، عندنا منظمه شغيله وطنيه تتفاوض وهذا الاصل، اما كي ترى اللي فما الصدق وفما المشاريع مضبوطه وفما الرجال والنساء اللي حاملين لمشروع مش جايين باش يخدموا رواحهم، الاتحاد سواء لي جي تي تي سواء لي تيكا سواء الاتحاد بتاع الفلاحين، وهذا ما عبروه كي قابلتهم ويعبروا عليه كل يوم باشين، وان شاء الله
نوصلوا أنه باش يصيروا اختلافات، وهذا معقول هذا كان تولي باش يصيروا اختلافات، وإن شاء الله نلقاو المخارج ونلقاو التطمينات. أما الأساس هما أنه نحطوا كل ما عنا من إمكانيات من أجل كما قلت مش تشكيل الحكومة، بناء تونس. الأولويات وحكينا عليهم نفس الشيء. أنا قلت هالاستثمارات في كمال الاستثمارات المستقبلية ما يزمناش أن لي تخات بنفس لوتي، وفما تصور كامل متاع وكالة وفان معناتها فان من أجل التخطيط والتركيز وتمويل هالمشاريع هذه المشاريع الكبرى الاستراتيجية، لأنه الوزارة معناتها تعمل بشكل يومي على المرفق العام وسير دواليب الدولة. كي نحبوا نعملوا إنجازات في العمق يلزم بالتعاون نخلقوا، وهذا صارت التجارب ماهيش بدعة، معناتها اللي يعرف التاريخ ويعرف تاريخ الدول اللي نجحت سواء في إفريقيا رواندا ولا البناء ولا توا صايرة سواء فرنسا بعد الأزمة تاع 2008، فما تجارب اللي نجحت ويزمنا نعتمدوها في المقاربة متاعنا باش ما تقعدش كيما نقولوا عنا 60 سنة نحكي وإحنا ما عملنا حتى شيء. لا، معناتها جاء الوقت أنه نركز أمورنا ما غير ما نحلو برشا شوانت، أما كي نحلو شانتي نحلوها بجدية ونحلوه بالإمكانيات ونحلوه بالمؤسسات اللي باش تشرف عليه، وهذا اللي أنا قدمته واللي الحقيقة التفاعل كان إيجابي ومن كل الأحزاب اللي تحدثنا معاهم.